غضب وانتقاد لاذع هو عنوان صورة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بعد زيارته لبعض الأطفال في مستشفى لعلاج السرطان في إنجلترا. ما هو سبب غضب رواد التواصل الاجتماعي وكيف عبر الرواد عن انزعاجهم من تصرف محمد صلاح؟ هذا ما سنوضحه الآن لحضراتكم. وهل بالفعل سيغادر محمد صلاح ليفربول ويتجه إلى اتحاد جدة فعلا في فترة الانتقالات الشتوية؟ هذا ما سنوضحه الآن مع حضراتكم من خلال هذه التغطية. اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب احتفاله بالكريسماس برفقة أعضاء فريقه. وبالفعل نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي صورا من احتفال فريق ليفربول بالكريسماس داخل إحدى مستشفيات الأطفال لإسعاد الأطفال المرضى الصغار، وذلك عبر الصفحة الرسمية لحساب نادي ليفربول بموقع التواصل الاجتماعي إكس وهو تويتر سابقا. وبالفعل ظهر اللاعب محمد صلاح برفقة عدد من لاعبي ليفربول ومنهم فان ديك وألسن وترينت ألكساندر أرنولد ودومينيك جوبسلي، وهم بيحتفلوا بالكريسماس مع الأطفال الصغار داخل المستشفى وسط بعض الديكورات الخاصة باحتفالات السنة الجديدة أو احتفالات الكريسماس. وانتشرت صور اللاعب محمد صلاح بشكل واسع وسريع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وبدأ جماهير ومحبي محمد صلاح يتحدثون عن احتفاله بالكريسماس في ظل أحداث غزة المتصاعدة وعدوان الجيش الإسرائيلي عليها. وعقب بنشر تلك الصور ظهرت حالة من الغضب والتي وصفها الرواد بخيبة الأمل في توقعاتهم بتصرفات اللاعب محمد صلاح، ووجه عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا الانتقادات للاعب محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وذلك عقب احتفاله مع أطفال ومرضى إنجلترا داخل إحدى المستشفيات في ظل حرب غزة. ووجه رواد السوشيال ميديا تعليقات لاذعة على محمد صلاح، وخصوصا عقب ارتفاع عدد الضحايا والشهداء داخل قطاع غزة بسبب عدوان الجيش الإسرائيلي، وارتفاع عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين بسبب القصف المستمر. وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا على احتفال محمد صلاح مع أطفال إنجلترا بالكريسماس داخل إحدى المستشفيات كالآتي: محمد صلاح مقطعة مع باقي المنتجات، لا يوجد توزيع هدايا لأطفال غزة، أطفال غزة بلا زيارات ولا ضحكات، عفوا ولا ضحكات ولا هدايا ولا كلمة ولا دمعة ولا حرف. ويذكر أنه خرج الدولي محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عن صمته وبيان موقفه من أحداث حرب فلسطين وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني، والذي تسبب في مقتل المئات من الفلسطينيين وإصابات عديدة. وقال اللاعب محمد صلاح في الفيديو: ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة طبعا تدمر القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. وتابع صلاح: جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر فالعائلات تتقطع، ويجب أيضا السماع بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. على جانب آخر، أثار الإعلام السعودي أحمد علام جدلا حول عودة تفاوض اتحاد جدة مع النجم المصري محمد صلاح، وأشار أن المفاوضات في طريقها للعودة. وكان قد عرض اتحاد جدة 170 مليون استرليني لنادي ليفربول و50 مليون دولار لمحمد صلاح، وأكد أن فكرة التعاقد مع صلاح لازالت موجودة باعتباره من أفضل لاعبي العالم. وأكد أيضا أن فكرة التعاقد مع محمد صلاح لازالت موجودة، طبعا بنجدد باعتباره أفضل لاعبي العالم. وأعلن المدرب الألماني يورجن كلوب تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى الجانب الآخر من الطفولة، قالت منظمة اليونيسف اليوم أن عدد أكبر من الأطفال سيموت في قطاع غزة بسبب الحرمان والمرض في الأيام المقبلة بسبب القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع وانقطاع مصادر التغذية،
وأضافت أيضاً اليونيسف في بيان لها أن نصف النازحين داخلياً إلى رفح في جنوب غزة من الأطفال. وأشارت إلى أنه ما لا يقل عن 50% من مرافق المياه والصرف الصحي في غزة دمرت أو تضررت، لافتة إلى أن خدمات المياه والصرف الصحي في غزة على وشك الانهيار. وأوضحت منظمة يونيسف الأطفال النازحون بجنوب غزة لا يحصلون على ما يكفيهم من الماء للبقاء على قيد الحياة، مشددة على أن الحصول على كميات كافية من المياه النظيفة في غزة مسألة حياة أو موت. وعلى جانب آخر، قالت منظمة Human Rights Watch أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق تعمده منع إيصال المياه والغذاء والوقود، ما يشكل جريمة حرب. وأيضا تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي. وإلى هنا مشاهدينا بتنتهي تغطيتنا، وبنشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.